تقريبا انا واحد 6 سنين 7 سنين وانا في هذا السيكتور. دام بالنسبه لهنا كان زوين، ما نكذبش عليك، كانت الحركه مزيانه، كل شيء محرك على حسب السينمات، القهاوي، كل شيء كان حلوى. كي ملي جات هذه الجائحه راه بحال اللي قلتي، كان راه مزيان، راه حرك السيكتور وحرك حتى البيع والشراء وحرك كل شيء، دار رواج بالنسبه لهنايا، دار تحركات الدنيا مزيان في هذا السيكتور هذا. ودابا تقريبا عام ونص راه الجائحه نيت، راه جفات كل شيء، سي نورمال، وعلى ما تستغربش بحال الحمامات ديك المره فاش تلقوا لهم باش يحلوا، باش بنادم باش يدير غو ديماج راه ما ساهلاش، خصو على الاقل اصلاحات، خصك شحال باش تسد عام ونص الماتيريال كله كيخسر، كل شيء كيخسر، باش دير غو ديماج عاوتاني راه واحد تاخذ واحد المده، واحد الوقت، واحد 15 يوم بعدا ولا 10 ايام، يلا يلا بنادم باش يحل، وحتى حتى الى حل خصك شحال بنادم باش يولف، راه ما ساهلاش، شحال اعتكفوا ما بقاوش، حتى ديك الثمانيه راه كانت هرساتهم، ولات دابا حاليا دابا ولات كتوصل ديك الثمانيه، ما تبقى تشوف حتى شي واحد، عليك مطلقه ال 11، الثمانيه ما بقى تشوف حتى شي واحد هنايا. بصراحه كانوا كيجيبوا عباد الله، كان الكليان، كان الناس، فهمتي؟ تقريبا كانت كتكون جوج مسرحيات في السيمانه ديما، وعندك الريبيتاسيون كان كيكون نهار الحد. يعني عندك تقريبا غادي تقول من الخميس الجمعه السبت والحد الحركه ماشي راه مزيان، وكيجيو يفرحوا الناس، كيجيبوا الوليدات ديالهم، الزنقه كتعمر، كلشي كيعمر، تقريبا كانت احسن منطقه في سونترفيل هي هذه. دابا راه اكبر منطقه في سونترفيل هي هذه القنت هذه، ولات بحال الباركينج، كيجيو عباد الله كيبلاصي كيمشيو بحالاتهم في العشيه، توصل 5 6 العشيه ما بقى يبان لك حتى شي واحد، حتى الناس ما بقاش كتزعم باش تنزل للمدينه سونترفيل باش يتفرجوا في السينمات مسرحيات وداك الشيء، ما بقاش داك الشيء. انا بالنسبه لي انا كوميرسيال، انا باغي مسرحيات يرجعوا باش يرجعوا عباد الله، باش تروج الدنيا، باش كل شيء يعيش، كل شيء تحرك الحركه وتحرك بنادم وكل شيء، الدوره تحرك حتى الناس راه توحشوا، سي نورمال باش يخرج هو وليداته ويخرج مع مرته وهذا، وكيجي كيفرج كيتسارى شويه كيدخل يتفرج مسرحيه ديالو، كم السينما حتى هما مسدودين، كل شيء مسدود، يعني ما كاينش بلاد ما عندوش ديك ديال علاش غادي يجي، ما عندوش ديك علاش غادي يجي. ان شاء الله كنطالبوا المسرح يحل وتحرك القضيه وكل شيء مزيان.